رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولي وحنك احجرنا كتابك شمائلك باب ما جاء وبابك لحي أفرتانات باب ما جاء وحي كيمد أيواب كيهي في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش كي رسولك أوكسي حنايي وحي كسو أراري واي حديث كي سدح بقل سدح يطبنات. حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي ترى عائشة إنما كان وحو أها فراش رسول الله رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم فراشك كس الذي فراشي الذي كسو ينام وكهرده عليه كركيسة من أدم مقارب كسميسنا حشوه وحلو عبي او علوش لغا قليينا ليفون ليف ايو مركا اها ليف كوابها لكا ان قنبها دهنو قنبها ايا حشوي جيسا اها او ميش انك هذا ان اسبون يدا ايو عدبيغا اما صوفك لغا قليو جيت كا ليف كا اه ايا قدها مركا اوغو جري او لغو عبي رسولك صلى الله عليه وسلم فراشك وكهر دايبا ليذا هاي عائشة إنما إن كلمبا أهين كان وحو أها فراش رسول الله رسولك ألا فراشك صلى الله عليه وسلم الذي فراشك صو ينام وكهسيحنا يوكهر دايي عليه كركيس من أدم هرقبو كسمسنا مقر حشوه وحل قليي أولغو عبي قدهنا ليفن او يهي جيت كان ليف كي قنبها حديث كي سدح بقل طبني افراد حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البسي حدثنا عبد الله بن ميمون قال وحو يري انبأنا جعفر بن محمد با عن ابيه نوغو الرمي قال وحو يري ابيه سئلت وحل سؤالي عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها ايا وحل ويدي ما كان محوءها فراش رسول الله رسولك ألا فراش كيسا أو في بيتك قريقاك أهاضي إلان حاسس بدن بو رسولك ليه هاي أذيك قاس أهان قريقاك فراش النبي كسي حنا يو قريقاك ييلي سدابو أها قالت عائشة وحي تر من أدم مقاربو أها حشوه عبتان كيسا حل قليي أو لغو عبينا ليفون جيد كان ليفك أو مركايهي وقم بهي وسئلت وحل ويدي حفصة حفصة ما كان فراش رسول الله فراش كالرسول كسيبو أها أو في بيتك قرقاقا هذي أذيغانا عائشة ما قلني أو نو شاك تيين حفصة بالورن أذيغانا قرقاقا فراش كالرسول كأييلو كجي فناي سيبو أها وسئلت وال سؤالي حفصة حفصنا ما وحي كان أو أها فراش رسول الله رسولك ألا فراشك صلى الله عليه وسلم محوءها أو في بيتك قريقاك قالت وحي تري مسحن بوءها قو مسحن أيوءها مسحن وحي ألجدا وحوءها معناها قو طماطة وعذب أما صوف كسميسا أيوءها مسحن نثنيه نثنيه وان اسوغو لابي جرني مرك بعد مو قوية هاي وان اسوغو لابي جرني ثنيتين
thinyatayni laba laab macnaha laba mar ayaan saa isugu laabaynay bacdamaa halgo uu yahay si uu dhulka uga celiyo laba jeer ayaan markaa isugu laabaynay fayanaamu markaasuu seexanaya rasuulka wuu ku hurdaayey calayhi go-aa korkiisaan isugu laabnay falammaa markii kaana ay ahaatay daata leylatin habeen habeenada u saaxiib ah qultu waxaan idhi bay tiri wa xafse low thanay low bay tiri low thanaytuhu haddaad isugu laabta ka waran ilan marka laba mar laysku laabo waxaa soo baxaya waxoogaa kuus ah marka wixii istira amuuku yar yahay low thanayatay low haddii thanaytahu aad isugu laabta ka waran arbaca thiniyaat afar laabid afar mar haddaad isugu laabto soo xoogaa joodari oo kale kor musoo kacaayo saasay markaa istiri haddaad isugu laabta bal ka waran nebiga firaashkan iyo go-aan afar laabid lakaana kaasaa awta'a lahu u raaxo badnaanaya kaas wuxuu noqonayaa marka usbuunyo oo kale macnaha waxoogaa si fiican buu dhulka uga celinayaa kaasaa u raaxo badnaanaya lahu asaga fathanaynaahu waxaan isugu laabnay arbaca thiniyaatin afar laabid habeenkaas afar mar ayaa laysugu laabay salaadii leelka ka tagtay nabiga marka hurdo macaanba intuu la dhacay yaa leelkii ka tegay falamaa asbaxa markuu waa baristay qaala wuxuu yidhi maa farashtumuunii alleyla maxaa caaba ii dhigteen maa farashtumuunii maxaad ii firaashteen buu yidhi alleyla caawa caadi ma ahayne qaalad waxay tiri qulnaa waxaanu nidhi huwa firaasha waa firaashkaagii un waa go-aagii wax kale ma aha ilaa laakiin annaa annagu thanaynaahu biarbaci thanyaatin waxaan isugu kaa laabnay afar laabid afar mar baan saa isugu laabnay go-i qulnaa waxaanu nidhi huwa kana awta'u laka adi kuu raaxa mid afarta mar la laabo ayaa midka labada ka waxoogaa dhulka ka xijisiinaya rasuulka saasaan isniri laakiin wax cusub ma ahee waa go-aagii un qaala rasuulku wuxuu dhahay rudduuhu iigu celiya lixaalatihi aluulaa xaaladiisii hore labadaydii laabid iigu celi fainahu maxaa yeelay manactnii waxay iga manci wad'atu raaxadiisaan afartan aad ii laabteen jiifkii aan ku jiiftay salaatii alleyla salaadeedii leylka taasay iga mancisay oo marka hore cabaar markuu ku jiifo dhulkaa qabanayay wuu soo kacay hadda dhul qabasho maa jirtahe way la tagtay nabiga sal allahu alayhi wasalam maxaan ku jiifnaa anaga marka waxaan leyl u tukan la'nahay oo u istaagi la'nahay sababtaasaa keenaysa bustihii waa naacim firaashkii iska badaa sarurti iska badaa barkintii xagga dhigbal gabar yaroo oo waxaa dad guursatan waaba oo kasii daran tahayba mukayf haduu kuu shida yahayna goormeen noogu dambeysa qiyaamuleel aan tukan walaalayaa rasuulka sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay afartan laabid ee aad ii laabteen wadcigiisa iyo jiifkii aan ku jiifanayay leelkay iman iga mancisay salaatu leelkii aad tukan lahaa yay ii diid baabkii toddobii afartanaad baabu maa jaa-a wixii ku yimid buu baab u yahay fii tawaaduci rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka tawaaduciisii tawaaducii nebiga ayuu baab u yahay xadiidkii 315aad xadaanaa axmed bin munic wa saciid ibni cabdiraxmaan almakhzuumiy iyo wagayra waaxidin hal mid ka badan qaaluu waxay dheheen anba'ana sufyaan bin cuyayna noo warramay can izuhri xaggiisa can cubaydillaah can cabdullaahi bni cabaas can cumar ibn khaaab radia allahu canhum ilaahi ka raadi noqdee waa cabdullahi bni cabaas iyo cumare qaale wuxuu yidhi macnaha qaala labaduba waxay dhaheen qaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tudruunii ha igu xadgudbina ammaantii iyo ha iga badinina kamaa adrat innasaara kamaa sidii adrat ay ugu xadgudbeen
النصارى نصارى عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم أها سي أبن بنينين وي أودن بيجرسين إنه إلهي هيبة مرك أنا هيرك هاي جرسينين إنما أنا أنيقو عبد الله الله إيه فقولوا لها عبد الله ورسوله أدونك إلهي رسولك إلهي ويدها أنا أدون الله أهي عبد الله بان أهي هيرها إجارسينينة إله نماء سبب توحي تهددك قبل كميدان ومدحينا انت للنبي يسي أوذين أوذين بحي إجارسيين درجة إله نماء تاها دي لديدان أولي راضيان لجارسينينة ماها النبي شرفتي سبح الله دمي أسا قرانا إنو أدون الله يهي أمان انت أسا أغفلان رسول الله إنو يبو قرانا يا marka idinka ha igu hay dheereeynina way ha ibuunbuuninina ha igaarsiinina meel aan gaarsiisnayn oo ay ugu xad gudbina say nasaara ugu xad gudbeen ciisihi ina maryama aha inama ana abdullahi adon allan ehe qu faqulu abdullahi idaha war rasuuluhu xadiidkii 316 xadathana ali ibn hajar anbaana suwayd bin abd alaziz an humid an anas ibn malik anna imra'atanak جاءت وحي أطمت إلى النبي نبي صلى الله عليه وسلم فقالت وحي تري إن أنيك لي وحيك هاسوغا إليك حقاك حاجة دن نبي محمد دن بانك لا يهي بيتري فقال وحي لنبي اجلسي فريصو في أي طريق المدينة جدتك مدينة مد الله لمدك شئت أدونت أجلس إليك أجلس أجلس إليك وان كل صفر سنة ياي وان كو إيمانا معناها إن شك مل هيل بان كو سوغا يا إيه جد الله لا جد كادونت ما شربت النقطة وان كو إيمانا يا وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلسي في أي طريق المدينة طريق المدينة كي شئت أدونت أجلس إليك وان كو إيمان معناها وان كو صفر سنة ياي حديث كي سدح بقول طبعاً يتضبط حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال كان الرسول رسولك الله وحو أها صلى الله عليه وسلم يعود مد بغضة المريض كحنوصا وسو سلام جري ويشهد الجنائز جنائز تنور راع جري ميدت كدتك بنتا ويركب الحمارة دمير كانوا وفول جري نبيه معنا وجاديد سنجريو دمير أسقو وحكفي عن يفرض يبقله حلايا أيو جاديد كتيج جري كتيج جري دميرك ويجيب وحو أجيب جري دعوة العبد أضنك يريتان كيسة وفك أضنك هذو أي راحتا موسن يسجن النبي وآدي جري وأنا أتج جري وكان وحو أها يوم بني قريظة رب بني قريظة مالين تذي على حمار ضمير دوشي سهرنا مخطوم لحري بحبل حرق لغو حري مخطوم كو أمركا وأمركا لمخطوميو سنك لغا حرو وأمركا هو جانك الله سميو كان أمركا رسولك صلى الله عليه وسلم ضمير كاس يو سهرنا مال انتي قريضة على حمار ضمير كركيبو أها مخطوم لغو هو جاميي بحبل حرق حرقة صوم من ليف ليف آ ليف وشيء أقول لي ته كاسة معناها لولا جيدا ليف بلغ سميي عليه كركي صوحة أها إكاف إكاف با أها معناها إكاف وكوري أو من ليف أساقنا ليف كلغ سميي مركا دمير كأما فردها إيو مركا إن كور لوسي كورو أيا ماشي لغو استيغو كاسنا وحو أها ليف بو كسميسنا معناها رسولك صلى الله عليه وسلم تواضع عيسى يومركا تلمامايا ولي بالنبي محمد انتان حد الله تلمامايا ان كبا ذنبو هيلي كري او بروحي دي جرين ده مكو نقونا سا مكو نقونا كم مكو يالنا ما يو دي جري محا اني ادون اسكن هاي اني ادون محا نقدح هي معناها حديث كي سدح بقول سديد يطبنات حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضي عن الأعمش عن أنس ابن مالك قال وعيري كان النبي نبي وحو أها صلى الله عليه وسلم يدعى مدل وغيره إلى خبز كبس الشعير شعير ميهات شعيرته وبدر كمدك أولي تأسقنا
muufo laga sameeyey iyo kibis yaa loogu wici jiray. Walihaala iyo subag asanikhati oo doorsoomay subag isbedelay karkiisa ayaa loogu wici jiray. Fayujiibu waa ajiibi jiray, waa tegi jiray. Anagana maanta inta waxyaaba fiican loo sameeyo waxaa noogu wacday miya, xanaasaan na yeeshay miya, waxay ma cuna ani, kan maxaa u samaysay? Allahu akbar. Nabigana sallallahu calayhi wasallam waxa loogu yeeri jiray akhlaaq wanaagiisa eheeda kibista laga sameeyey iyo ihaala. Ihaaladu waa xayr waa loola jeedaa, ama subag ayaa loogu wici jiray xayr. Asanikhatii isbedeshay intay tila dheeraanteeda. Fayujiibu waa ajiibi jiray. Walaqad kaanat waxaa u sugnaa lahu asaga dircun cambuur bireed cinda yahuudiy nin yahuudiya ka haystay. Nebigu wuxuu lahaa dirac wa cambuur bireed, laakiin nin yahuudiya agtiisuu yeelay. Famaa wajada ma uusan helin maa yafukuha wuxuu ku soo furto xataa maa tilaa u dhintay. Waad maqashay nebigu markuu dhimanayay 30 suus oo badar ah yaa nin yahuudi ah oo looga amaahiyey ama looga soo qaaday cambuur bireedkiisii rahan u haystay waa geeridiisii sallallahu calayhi wasallam. Famaa wajada ma helin nebiga maa yafukuha wuxuu ku soo furto uu ku soo badbaadiyo xataa maata ilaa uu dhintay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Xadiidkii 319-aad xadathana maxmuud bin kaylaan xadathana abu daawuud aljafri can sufyaan can rabiic bin sabiix can yaziid bin alaan can anas ibni malik qaala wuxuu yidhi xaja rasuulullaahi rasuulkii allah xajiyey sallallahu calayhi wasallam calaa raxlin buu ku xajiyey koore rathaa baadi noqotay jeexjeexmay ayuu ku xajiyey kaasuu markaa ku xajiyey rasuulka. Wa calayhi korkiisa waxaa ahaa khatiifatun go laa tusaawi aan la sinnayn oo aan u dhigmin 4 daraahima 4 daraahim 4 dirham wuu ka yaraa. Faqaala markaasuu yidhi nabiga allaahuma ilaahayow ijcalhu ka yeel xajka xajan xaj laa riyaa fiihi istustus aan ku jirin walaa sumcata ismaqalsiisna aan markaa ku jirin. Xaj nadiif ah, ikhlaas ah, adi dartaa loo sameeyey, istustus iyo riyaana aan ku lug lahayn allow xajka nooga dhig. Muhiimadu waa kaa go fiican oo qaali ah, sun alaab ahoo jeyna laga keenay, kakan ah oo lagu xajiyo, xajkaagana wejiga lagaaga soo tuuro oo ilaahay uu dhaho laa labayka walaa sacdayk faa-iida ma laha. Maxaa wanaagsan, waxaa wanaagsan xaj la aqbalay maqbuul ahoo ikhlaas alla dartii ah loogu xajiyo markaa loogu sameeyo. Rasuulka wuxuu ku xajiyey calaa raxlin, raxli buu ku xajiyey koore, rathin oo baaliyoobayo duug noqday. Wa calayhi khatiifatun go'ba dushiisa ahaa laa tusaawii aan dhamayn qiima ahaan 4 daraahima 4 dirham. Faqaala markaasuu yidhi allaahuma ilaahayow ijcal yeel hu xajkan xajan xaj nooga dhig laa riyaa fiihi aan istustus gudihiisa ku sugnayn walaa sumcatan iyo sumca walaa sumcata isma qalsiis. Xadathana cabdullahi bni cabdiraxmaan akhbarnaa cafaan akhbarnaa xamaad ibnu salam can xumayd can anasin qaala wuxuu yidhi anas ibni malik radia allahu tacaala canhu lam yakun ma aysan ahayn waa saxaabada shaqsun shaqsi ama qof axabu loogu jecel badan yahay ilayhim xaggooda min rasuulilaahi sallallahu calayhi wasallam qof ay nebi maxamed ka jeclaayeen ma jirin baa la yidhi. Qaale wuxuu yidhi waa anase wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'awhu markay arkaan nebiga lam yaquumuu uma istaagi jirin haddana limaa yaclamuuna wixii ay ka ogaayeen darteed oo min karaahiyatihi nicibkiisa ah lidalika arinta in loo kaco maba ogolaynba taadax haddana axad ka jeclaayeen ma jirto axad ay ka jeclaayeen shaqsi ay ka jeclaayeen lam yakun ma ahayn oo ma jirin shaqsun shaqsi
أحب اللوغو جعل بذنيه إليهم حقه ذا وصحابه من رسول الله رسولك ألا حق يساء صلى الله عليه وسلم. قال وحوده وكان وحي أهين هدنا إذا رأوه مركي أركان رسولك لم يقوموا كوانو كعد وما استاقي جرين لما يعلمون وحي كؤغا يندرتد أو من كراهيته نعيب كيسا لذلك أرنت أو نعيب يهي والنبي وتواطعيا وليما مررك قبل كمد أقفك بنانك كي ماذا النبي محمد أقانين ذاتك كما جران جرين وريا محمد أهو ديه جري صوتهم حيتا صحابه اسكا دحفر ليا جنبر وين أو قروح بضان إيه وحل حر حر بي إيه دو كفر ليا ولا جرانا مر هدي أو وقت ذهب إيه وحيابا إيه كلو لنا يان ولا فهمه وحد الله قدر إيه ما يصحاب ذا دحدة دي مجيرو انت نهر بادي ماذا حولي ايكم محمد وركيني محمد هذا الرجل الابيض وانك عط قول صديقة اسك دنقيق سنية اسك سيحانا يا مركة قول كمدعة مركاسو لي وراني محمد كاست اذي موي دينيني ان ابن عبد المطلب بان ربا مركاسو نبي قصوق قيلنا اولي ها اني واي كالي سببت معي تهاي ضدك كمسمع وكل حجرة سحاب الريسة لما كلا يقانو هذا لابكم يرها داهشو بس ضدك نوع كسو عن تهاي باورك اقوى النوع سرولك ونوع شارك ونوع كله قريب ونوع كله حالة حتى مركب ملأ لا نحفر ديو إن تقصع ناتج عشهاي هدي ضد كشه أدل عبيسو أي كراسي من مدوك فرديان كو عدان أم جدود لجو كان ربطة على سوابط معيتة إن تكبد دلناتو مركب ساوح في عن معها تواضع بو أها رسولك صلى الله عليه وسلم كراهيته من كراهيته لذلك حديث كي سدح بقول لباطن يكوبات حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمرو بن عبد الرحمن العجلي حدثني رجل بائي ورمي بغداء ومن بني تميم ومن ولد أبي هالة وزوج خديجة خديجة زوج كذي يكنا أبا عبد يكنا لقنا نيسو أبا عبد الله عن ابن إن أولي أبي هالة أسقنا حقيس وقورمي عن الحسن بن علي قال وحو داي حسن سألت وحن ويديي خالي أبتغي هند بن أبي هالة هند بن أبي هالة أها وكان وصافا مثل سفين بنبو أها النبي أدبو رسولك سفريس ويقيني عن حلية رسول الله بن ويديي نبي سفريس صلى الله عليه وسلم وأنا أنيقون أشتهي وحن أشتهي استي أنجعل استي أي يصف لي إنو إغصف أيو منها حق شيئا وحعون فقال وحويري أبتي كان الرسول الله رسولك الله وحو أها صلى الله عليه وسلم فخما أي عظيما نوين فخما معنى وينين تحلو الجيرة شرف تيسة قدر كيسة منسب كيسة أدبو وينا مفخما أول ويني هدنا ذاتكو التعظيمين أيين يتلألأ إفه وجه وجه جيسة نبيغ وجه جيسة مت إفتيما أيو أها تلألأ القمر ضيح سوء إفتيما أوكالي ضيحي ليلة البدر هبين أفر إطبانات ضيح مركو كامل يهي أفر إطبان أبوحسنو إفتين كيسة وكدوين يهي إفتينا ذاكالي ليلة البدر بالير هذا فذكر الحديث حديث كيبو حصي بطوله ليرانتيسة أساقور دير قال الحسن حسن وحويري فكتمتها وانككريي صفاتك الحسين حسين بانككريي أولالكي زمانا وقت مدا شبك أها فسأله وويدي أساقنا عما سألته وحي أنويدي أوكالي ووجدته حانكهلي ووجدته حانهلي قد سأل إنو ويدي أباه أبيه عن مدخله رسولك قليتان كيسة ومخرجه بحيتان كيسة وشكله شكل كيسة قاب كيسة فلم يدع منه وإحنا كما تجين قال الحسين وحويري فسألت أبي أبه وودي وعلي عن دقول رسول الله رسولك اللي قلتان كيسة صلى الله عليه وسلم معنا مركو قريقة صوق قاله سيقاب كيسة أها محوسة سمين جري تبا وديي فقال وحويري علي كان وحو أها النبي إذا أوى مركو صلاه منزله برغيسة جز وحو قيري دخوله سو قلتان تي قريقة أوصو قلي ثلاثة أجزاء سدح قيب وقيب انجري جزء لله قيب اللو سينجري وعبادي سناي وجزء لأهله قيبنا
اهلكيسا اساسكيسا يحقوده. وجزء جزءنا لنفسه نفس ديسة راح ذي ذئيه وحو أباعيه. ثم هذا جزء وحو أقويه جزءه جزكيسي قيبتيسي بينه وبين الناس تي ألانا مطابا وسيدي ذا أيو أدافي تي أهل كيسانا ما أوسان تابا ومسي قيبينين سيدي ذا أدافي لكن تيسي يو هذا نسي قيبيي ذاتك وحكسيي. فردوا عليه بالخاصة وحي خاصك أها على العامة عامدة دشودة أيو مركه عليه فرد ونقي معناها ومعنى وحلو لجيدا وحو كعلين جري وحو كنقي جري بالخاصة ضدك خاصك أها وحي أباهيين على العامة عامدة دشودة ضدك خاصك أها دعكرت أبو بكر إيو رق نوع عصو كلاها وحي أيو أي لهايين ضدك كلي كلي تي عامرة أه سينجر وعلين جري ولا يدخر كما كيت سنجر كما قر سنجر حنم حق ولا شيء وحبا نبي أقي أه أيو أها وكان من سيرته سيرذي سو حكمت أها بقن كيسة أما دبي عديسة في جزء الأمة أمضى جزء كودة إيار مد الدورة أهل الفضل كو فضل أهل كأؤة بإذنه إذن كيسة أساق إذن كيسة يمر كأؤة دور جري سيردي سيبقى كيسة وقسمه قيب تيسة على قدر فضلهم قيب تيسة نوحي أهيد على قدر فضلهم فضل قوضة انتو اللي أجيهي في الدين حق الدينك أو قف كستوحا لغو قيمين جري أو لغو قدرين جري انت الدين تيسو اي مركا الله اكتهي ويفهمينهم ضدكو حاكمد ذو الحاجة كودن الصاحب هالحاجة ومنهم حاكمد ذو الحاجتين مد لبا باهي قبا لبا دن ومنهم حاكمد ذو الحوائج نندن بضن قبا مركا مركستي قف كستا سيدي حاجة ذي باهي ذي سو اي تهي ايو نبيغو وحقو قيبين جري ونا قيمين جري ذو الحوائج فيتشاغلوا وكم مشغول جري بهم ايغا وحقبت كوذا ايو باهي ذو ذاس ايو سي وحلوغو قبن لها ونبيغو كم مشغول جري ويشغلهم ايغو نو مشغول جري فيما يصلحهم وحي ايغا اصلاح يوناكو ايو الامة امضى أيو كم مشغولين جري إنا وحكو قبطان من مسألتهم مسألة ذو ذا معنا وحي أمركاس باهي جرتا أما أهبون أنو حقيسا تاسو كم مشغولين جري إيا وإخبارهم وحو أخبر جري نبيك وأشيق جري بالذي متك ينبغي أهبون لهم أيها وحي أيها أنفع عينا وأشيق جري ويقول وعوده جري ليبلغ حجر سيء الشاهد متك جوجة أو منكم أذنك إذنك مدأ الغائبة كان مغن حجر سيء وأبلغوني إن سو حجر سيء أنيجنا حاجة من باهذيس لا يستطيع أن أبوذن إبلاغها سو حجر سنتين إنه سو حجر سيء قفك أن أبوذك يرن كان سو حجر سيء متك صدبك أو قبو باهذا أو قبه ولوقفك أن أوذي كرن إنه صوبا لكتو كان إغسو جارسية فإنه محايا لي من أبلغ قفكي جارسية سلطانا من مضحقة حاجة من قف باهذي سأجد بيه لا يستطيع أن أوذن إبلاغها إنه جارسيستو ثبت الله قفك إله واسغا قدميه قمده سا يوم القيامة ما لم تقيامه سراتك الله سقع من مضحة باهي كاهيسا ورقد هذا الصحيح إذا آذن أقد بسنكر قديق في كوغيو كوغد بيو الله أكبر إلهي بلغه سا قصوغا ما لم تقيام موفف الله سقع سراتك الله سقع قمده سا لا يذكر لقم الشيق جيرين عنده رسولك اكتيس الا ذلك ارنتا ما انا باهيو ينكا انقبنا اي قف كسته باهي او قبا اي دبك مسلمين تحيست اي وحيابها لو باهي دينتي اي ما انا وخ كره
luguma sheegi jirin rasuulka agtiisa, walaa yaqbalu mana aqbali jirin rasuulka, ma ogolaan jirin min axadin axadna kama ogolaan jirin hayrihi, waxaas waxaan ahayn, waxaan taas ahayn, ma ogolaan jirin in agtiisa lagu sheego arintaa, waxaan ahayn in agtiisa lagu sheegana rasuulku ma ogolaan jirin sallallahu calayhi wasallam. yadkhuluuna, way u soo gelayeen dadka, ruwaadan, ayagoo ruwaad ah, macnaha sahan ayagoo ah, waxdoon ah, cilmi doon ah, walaa yaftariquuna, kamana tegi jirin ilaa can dawaaqin, ayagoo dhadhamiyey maahane, ayagoo dhadhamiyey oo helay wixii ay u baahnaayeen oo baahidooda maahane, si kale uma bixi jirin. wayakhrujuuna, way baxayeen adillatan, ayagoo adilla ah, ayagoo tusaale u ah dadka, cala alkhayri, khayrka wixii ay soo barteen oo nebiga ay ka soo barteen oo khayr ah, ayagoo adilla ah oo daliil u ah oo dhaqmaayo dadka ay arkayaan, markaasay bixi jireen. oo sideena jaamacada diini intaan ka soo baxno, annagoo surwaalku dheer yahay, sharbuhu dheer yihiin, garku xiiran yahay, wax noocaasaa la arkayaa, ilaa in yaroo rabbi u naxariistay maahan. xadiidku waa dheer, laakiin meesha inoo joogto. wabillaahi towfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.